نكمل في موضوع البي او دي. حكينا المره اللي فاتت عن البي او دي رياكشن وكيف المعادلات تبعته. هي كانت رياكشن, شرحنا المعادله وفهمنا الفاكتورز الموجوده في هذه المعادله وبالذات كي الرياكشن كونستانت, وعرفنا شو العوامل اللي بتاثر عليه وحلينا عليهم امثله. وبلشنا نحكي عن البي او دي تيست. حكينا البي او دي تيست هي بايو اسي بروسيجر, يعني تفاعل بيدخل فيه عامل حيوي. العامل الحيوي هو البكتيريا اور اذر مايكرو اورجانيزمز, بس بشكل اساسي مين للبكتيريا. هذا التفاعل بيتم في ستاندرد بروسيجر. حكينا انه الهدف الان مش انه نعرف شو الخطوات, انه نفهم شو هاي الخطوات, لانه هاي الخطوات حتعملوها ان شاء الله في المختبر. اول خطوه من هاي الخطوات انه هاي العينه لازم ايش نعملها, تخفيف, نحطها في سبيشال بوتل 300 ملي لتر بوتل وبنخففها. مين بذكرنا ليش لازم نخفف هاي العينه؟ بالضبط, لانه الاكسجين اللي موجود في المي لا يكفي لكميه المواد العضويه اللي بتكون موجوده في الويست ووتر. هاي كميه كبيره كثير, ممكن توصل 100 ضعف الكميه اللي ممكن انه الهواء الكباسيتي تبعت الميه للاكسجين. فعشان هيك بدنا نزيد هاي الكباسيتي ونقلل من الديماند. كيف نقلل الديماند؟ خففنا الويست ووتر, حطينا كميه قليله من الويست ووتر في كميه كبيره من المي النظيفه. الكميه الكبيره من المي النظيفه فيها اكسجين كثير, اذا زدنا الكباسيتي الويست ووتر قللنا, اذا قللنا من الديماند. عشان نقيس بالضبط كم الاكسجين الذي يتم استهلاكه عن طريق البكتيريا لتحليل هاي الماده العضويه اللي هي البي او دي, هذا هو اللي بدنا اياه. احنا ننسوش احنا الهدف تبعنا انه نقيس البي او دي اكسبيرمنتالي. اذا بتتذكروا في المعادله بلزمني البي او دي ات اني تايم عشان احسب البي او دي التيميت او عشان احسب الرياكشن كونستانت, صح؟ فكيف انا بدي اجيب هذا الرقم عن طريق هاي التجربه؟ اذا هاي اول خطوه انه بدنا نخفف هاي العينه. وحكينا انه كم اخفف, كم احط هاي الكميه الصغيره من المي. اذا بتتذكروا في معادله, المعادله بتعطينا الديليوشن فاكتور. هو الهدف الاساسي من هاي المعادله المين اسامبشن هون انه نسبه التخفيف بالويست ووتر هي نفسها نسبه التخفيف في البي او دي. فانا متوقع انه البي او دي للمي هاي تكون مثلا 1000 مثلا فرضا, ف انا بدي اياها تكون اقل من 4. حكينا 4, ليش 4؟ بالضبط الماكسيمم 9 المتوقع, فعلى درجه حراره 20 الماكسيمم 9 المتوقع. فعشان يكون في عندنا فاكتور اوف سيفتي احنا بنخليها 4. هو بيحكوا انه 2 ل 6, يعني بشرط انه يكون 4 بالضبط, فبنفترضها انه 2 ل 6, بس هون 4 للتسهيل وسط يعني. ف 4, اذا 4 على 1000 هاي نسبة البي او دي المخفف على البي او دي الاصلي. فإذا أنا بدي نسبة الحجم العين الصغير على الحجم العين الكلي بدها تكون نفس نسبة الأربعة على الألف. حجم العين الكلي كم يساوي؟ 300 مليلتر. ليش؟ لأنه ستاندرد أصلا, أنا عندي العبوة هاي ستاندرد 300 مليلتر. إذا بيطلع عندي المجهول الوحيد في هاي المعادلة كلياتها اللي هو البي للويستوت اللي أنا بحطه. وهذا اللي بدي إياه, هذا اللي بدي أعمله في المختبر, هذا اللي بدي أضيفه على العينة هاي 300 مليلتر. The appropriate sample size can be determined by dividing 4 اللي هي الميد بوينت اوف ذا ديزايرد رينج اللي هي من 2 ل 6 باي ذا استيميتد بي او دي كونسنتريشن. اذا لازم يكون في عندي استيميتد, هذا استيميتد مش ميجرد, مش كالكوليتد, استيميتد يعني متوقع. المياه اللي طالعه من مصنع مثلا السمسم بيكون متوقع يكون البي او دي لها هالقد, المياه اللي طالعه من الدومستيك ويست ووتر اللي رايحه محطه معالجه متوقع يكون لها هذا, المياه الصناعيه متوقع يكون البي او دي لها كذا. اذا في جداول توقع البي او دي المتوقع, هذا اللي راح نستفيد منه احنا. تمام, مثال the BOD of a wastewater sample is estimated to be 180 milligrams per liter. طبعا هذا 180 هذا رقم كدومستيك ويست ووتر مناسب في امريكا لكن مش مناسب عندنا. ليش عندنا بيطلع اكثر من هيك بكثير؟ تركيز, لانه هم في امريكا مثلا بيستخدموا مي, كميه المي اللي بيستخدموها اكثر بكثير. فالويست ووتر اللي بيطلع من عندهم صحيح في مواد عضويه, لكن المواد العضويه هاي
تركيزها أقل. ممكن كمواد عضوية يكون عندهم أكثر. ليه؟ لأنهم أصلا بتتذكروا شغلة حكيناها في بيئة واحد، المجلى نفسه بيكون فيه الفرامة، فالمواد العضوية بقايا الأكل كلياتها وتروح على الويست ووتر، ما بتروح على الزبالة، صح؟ ومع ذلك ككمية مواد عضوية صحيح أكثر عندهم، لكن البي أو دي عندنا أكثر، لأنه كمية المية اللي بيحطوها هم أكثر بكثير، فبتكون عندهم أخف مخففة. فعندنا هاي ما يعني صعب جدا نوصل لهالرينج هذا 180. احنا عادة 600 700 1000 بتوصل البي أو دي عندنا. What volume of undiluted sample اللي سميناها المرة اللي فاتت ايش؟ هاي بي اس undiluted اللي غير مخففة should be added to a 300 ml bottle. What are sample size and the dilution factor? Sample size و dilution factor هم نفسهم، لكن واحدة percent واحدة اللي هي fraction. What are sample size and dilution factor using this volume? Assume that 4 milligrams per liter BOD can be consumed. هاي اللي هي اللي حكينا اللي هي الديزاين اللي بنصمم عليها، اللي يكون في عندي 4، تمام؟ الآن estimation sample size estimation حكينا ال 180 ما بقدر اتحملهم، شو اللي بقدر اتحمله؟ الأربعة. إذا 4 على 180 هي هاي النسبة اللي أنا بدي أصمم بناء عليها الـ VS، تمام؟ إذا 4 على 180 ضرب 100% اللي هي 2.22%، تمام؟ هاي منها بقدر أحسب الـ volume of undiluted sample، لأنه حكينا VS على V total اللي هي VS زائد VW يساوي الأربعة على 180، صح؟ الآن هاي مجموعهم مع بعض 300، فالمجهول الوحيد هي VS، فمنها بوجد VS يساوي 6.66 مليليتر. طبعا هذا الحكي ما على الورق مقبول، لكن على أرض الواقع تروح تحكي للمختبر أعطيني 6.66 مليليتر، مليليتر احنا نحكي عن مليليتر، طبعا هذا الحكي مش مقبول. فعشان هيك بتحطها رقم مقبول اللي تعرف تقيسه، يعني ال 0.04 0.06 مليليتر كيف بدك تقيسها؟ هاي صعب جدا، احنا نحكي عن مليليتر، فالمليليتر يعني بالواحد ملي، فبنقربها لرقم صحيح 7 مليليتر. ليش احنا معانا حريه؟ لانه اصلا احنا ما حطيناش على التسعه، احنا صممنا على الاربعه لانه حاسبينها الحساب الفاكتور اوف سيفتي اللي معنا، فبنحطها بدل 6.66 بنحطها 7. اذا الاكتوال سامبل سايز في اس هاي 7، فالاكتوال ديليوشن فاكتور 7 على 300 ضرب 100%، تمام؟ اذا 7 على 300 مش 66 على 300. اذا الديليوشن فاكتور، انه هون ممكن حد يحكي اعطيني الديليوشن فاكتور، طب هو الديليوشن فاكتور 4 على 180، لا مش هذا هو الديليوشن فاكتور، هذا اللي الشيء التقريبي استيميتد اللي حسبنا منه تقريبا كم لازم تكون الفي اس، تمام؟ لان الحقيقي اللي هو 2.33 تفرق كثير هاي. ليه؟ لانه زي ما حنشوف انه هذا الرقم هو اللي رح نحسب منه البي او دي لما نشوف الخطوات الجاي، تمام؟ اذا هذا هو الاكتوال ديليوشن فاكتور، الاكتوال سامبل سايز 0.0233 تفرق عن 0.022، تمام؟ طيب الان هاي الخطوه الاولى من تجربه البي او دي. الخطوه الثانيه نجيب بلانك سامبل، بلانك سامبل يعني نفس العقبه 300 مللتر. في عندي عقبة ثانية نجيبها بجانب هاي العقبة الأولانية. العقبة الأولانية تذكر كان في عندي طبعاً stubborn، بس هاي بنحط فيها فقط مية نظيفة، لأن هاي السامبل وهاي البلانك بلانك، تمام؟ contains only the inoculated dilution water، إذا مية التخفيف فقط فيها، تمام؟ is prepared to estimate the amount of oxygen consumed by the bacteria without the sample. إذا هون في عندي بكتيريا وهون في عندي بكتيريا،
البكتيريا في طبيعتها بدها تتنفس وبدها تتكاثر وبتستهلك اكسجين حتى لو ما فيش طعام. حتى لو ما فيش طعام الانسان لما حتى لو هو مش ماكل حتى هو جوعان بتنفس صح؟ نفس الشيء البكتيريا. فانا اذا ما عملت هاي الخطوه كيف بدي اعرف كميه الاكسجين اللي استهلكتها البكتيريا عشان تحلل الماده العضويه وكميه الاكسجين اللي استهلكتها البكتيريا لاستخدامات اخرى؟ بدي اشيل الماده العضويه صح؟ فشلت الماده العضويه من هون، هون بس حطينا مي وبكتيريا، هون مي وبكتيريا وماده عضويه. فبشوف كم الاكسجين الذي تم استهلاكه هون والاكسجين اللي تم استهلاكه هون وبطرحهم من بعض عشان اعرف كم كميه الاكسجين الذي تم استهلاكه لتحليل الماده العضويه. وهذا هو البي او دي، تعرف البي او دي كميه الاكسجين اللازم للبكتيريا مش نقطه لتحليل الماده العضويه، كميه الاكسجين اللازم للبكتيريا لتحليل الماده العضويه، اذا مش اي اكسجين لازم للبكتيريا صح. فاذا البلانك هاي فقط عشان نعرف الفرق، طبعا الفرق بين الاكسجين هون اللي تم استهلاكه هون اللي تم استهلاكه هون هو الاكسجين الذي تم استهلاكه لتحليل الماده العضويه. تخمي نفس الشيء ستاندرد، نفس الشيء، بتفرقش بينهم من برا. لا بدك تعبيه مي كامل اللي هي 300 كامل. قديش بكتيريا بنحط فيه دكتور؟ هاي التفاصيل بتاخذوها في المختبر، يعني ما بتهمناش كثير هون، يعني حسب الستاندرد بروسيجر بكون محطوط شو نوع البكتيريا وكيف تعمل انوكيوليشن. هلا انوكيوليشن الان مش موضوعنا، الان موضوعنا الان ان ندرس البي او دي بالضبط. ف ستيب 3 بوث بلانك اند سامبل بوتلز التنتين انكيوبيتد. شو معنات انكيوبيتد؟ لا انكيوبيتد معناته في الانكيوبيتر في حاضنه يتم احتضانها، بنحطها في الحاضنه انكيوبيتر. انكيوبيتر اللي هي الحاضنه. يعني شو هاي الحاضنه بتعمل؟ عده شغلات. اول شيء الحاضنه هاي دارك، اذا فيش ضوء شمس لازم يجي عليها. ليش؟ طيب شو بيعمل ضوء الشمس في المي؟ بيعمل بناء ضوئي. البناء الضوئي شو بيعمل؟ بنتج بيعمل اكسجين صح. اذا صار في عندي اكسجين، اذا صار في عندي لعب في الاكسجين، انا ما بدي اي اكسجين يزيد ولا ينقص الا فقط الاكسجين اللي بتستهلكه البكتيريا. انا هذا اللي بدي اقيسه، انا بدي اقيس هاي التجربه مصممه عشان هذا الشيء. فانا ما بدي انتج اكسجين في داخل العينه، لو هاي العينه ممكن يكون فيها طحالب وكائنات دقيقه تعمل تمثيل ضوئي صح. فاذا انا حطيتها للضوء الشمس ممكن انها تنتج اكسجين. طب انا شو عرفني هذا الاكسجين اللي استهلكته البكتيريا؟ طب في اكسجين زاد عندي صح. فانا بدي اشيل هذا الفاكتور زي ما غطيناها بشكل محكم التنتين ستبرد عشان ايش؟ ما يدخلش اكسجين من برا. كمان انا بديش اكسجين يطلع من جوا ينتج في داخلها. اذا دارك تو بريفنت فوتوسينثيسيس اللي هو عمليه التمثيل الضوئي ات 20 ديجريز. اذا لازم تكون درجه الحراره ثابته لانه حكينا انه الكي ثابت التفاعل، سرعه التفاعل بتاثر في درجه الحراره. اذا خلص بدنا نثبتها ستاندرد، هذا ستاندرد 20 فور ا ديزاير نمبر اوف دايز. هذا انت اللي بتختاره، اذا بدك بي او دي 5 بتحطها 5 ايام، بي او دي 3 بتحطها 3 ايام وهكذا. If ultimate BOD and BOD constant is needed شو لازم نعمل؟ زي ما حكينا لكم المرة اللي فاتت لما حطينا المعادلة انه BOD at any time يساوي BOD ultimate او L note سميناها بواحد ناقص E to the power minus K في T. تمام؟ عشان اوجد BOD ultimate او كي شو لازم اعمل؟ اعمل تجربتين صح. لانه اذا الكي معانا بكفي تجربه مره واحده بعملها بي او دي 5 مثلا منها بوجد بي او دي التيميت لانه الكي معه. لكن اذا انا بدي اوجد البي او دي التيميت او الكي لازم اعمل التجربه مرتين. اذا انا الهدف مني اني اعمل بي او دي 5 وخلص، يعني عشان اقارن مثلا قبل وبعد، فبعمل بي او دي 5 قبل وبي او دي 5 بعد، قبل المحطه وبعد المحطه بس عشان نشوف كم الافشنسي للمحطه هاي. اذا كان بي او دي قبل مثلا 1000 والبي او دي بعد 10 كم الافشنسي تبعت هاي المحطه؟ 99.9 صح. اذا هاي اذا انا بلزمني بس البي او دي 5، لكن اذا بلزمني الالتيميت او الكي
لمقارنتها في مثلا محطات ثانيه، او لنشوف شو بدنا نطبق هاي المعادله ندرس ثابت التفاعل، لازم اعمل تجربه مرته. تمام. الخطوه الرابعه والاخيره، ميجر ذا كونسنتريشن اوف ديزولفد اوكسجين. هذا اللي بنقدر نقيسه. حكينا تركيز المواد العضويه ما بنقدر نقيسه، لكن بنقدر نقيسه كميه الاكسجين. كميه الاكسجين ديزولف اوكسجين ان ذا بوتل اند كالكوليت بي او دي ان ذا التيميت ان اندليوتد سامبل يوزينج ذا فولوينج ايكويشن. الان في عندنا تو ايكويشنز، واحده منهم راح نستخدمها، احكي لكم ليش. الايكويشن الاولانيه البي او دي 5 مثلا، بي او دي تي يساوي ديزولف اوكسجين بالبلانك ناقص الديزولف اوكسجين في السامبل. الفرق بينهم شو بعطينا؟ كمية الأكسجين اللي تم استهلاكها من هاي السامبل الصغيرة المخففة، صح؟ طب إذا أنا بدي اللي مش مخففة بدي أقسم على الديليوشن فاكتور، صح؟ نرجعها لما ضربنا في الديليوشن فاكتور عشان نحسب البي أس. يعني إذا بدي أرجع بدي أحسب، بدي أحسب البي أو دي لازم أقسم على الديليوشن فاكتور، يعني البوينت أو 233 هذا بدي أقسم عليه. تمام. فعشان احسب كم البي او دي الحقيقي، لانه اذا انا بس هاي ناقص هاي بعطيني البي او دي الصغير اللي لازم يطلع اقل من كم؟ من 4 اللي احنا صممنا عليه، صح؟ مش احنا صممنا على 4، لازم يطلع اقل من 4، مزبوط. اذا انت صممت على 5 بيطلع اقل من 5. تمام. لكن هل هو البي او دي للويست ووتر اللي طالع من نابلس مثلا 4 ولا 5؟ لا، بالمئات، صح؟ هاي المئات كيف نجدها؟ نقسم هاي اللي طلعت معانا، الرقم اللي طلع معانا الأربعة ولا الخمسة ولا الثلاثة ولا الاثنين، نقسمها على الديليوشن فاكتور. تمام؟ لأن الديليوشن فاكتور هو نسبة قليلة، لما نقسمها تكبر، بكبر الرقم، وهذا هو الرقم بي او دي الحقيقي. إذا هيك احنا بنعمل تجربة البي او دي. إذا المعادلة الثانية هاي إذا كان عندك الانكليشن ووتر، عفوا الديليوشن ووتر في بي او دي أصلاً. وهذا الحكي يعني ما بلزمنا، فاحنا خلص بنجيب مي نظيفه وخلص بنريح راسنا. اذا كانت البي او دي للمي هاي نفسها لا تساوي صفر، المي نظيفه البي او دي لها لا تساوي صفر، بدك تستخدم هاي المعادله. طبعا احنا ما بتلزمنا، اللي بنحل عليه هاي المعادله اللي هي الاولانيه 8 ل 10. تمام. خلينا نطبق عليها مثال. What is the BOD 5؟ إذا بدي إياه أنا BOD 5 of the wastewater sample example 8.4، example اللي أخذناها سابقا، حسبنا فيه كم dilution factor 0.0233. طبعا هون في غلط، خطأ مطبعي. if the DO values for the blank and diluted samples after 5 days are 8.7 and 4.8. مين لازم يطلع اكثر؟ البلانك ولا السامبل؟ هاي ولا هاي؟ ديزولف اكسجين اللي فيها. البلانك طبعا، البلانك فيها اكسجين اكثر، لانه فيها مواد عضويه اقل، وبالتالي البكتيريا استخدمت اكسجين اقل، صح؟ فاذا بعد 5 ايام قسنا البلانك طلعت 8.7، قسنا السامبل طلعت 4.2، الفرق بينهم اللي هو 8.7 ناقص 4.2 بنقسمه على الديليوشن فاكتور، بيطلع عندي كم البي او دي في المية الحقيقية اللي تبعت الويست ووتر اللي جبنا منها العينة. تمام. طبعا ليش هاي غلط؟ لانه قاسمين على اي ديليوشن فاكتور اللي حسبناه قبل شوي، على اللي مش حقيقي، على الاستيميتد، صح؟ المفروض نقسم على الاكتوال سامبل سايز، اكتوال ديليوشن فاكتور 0.0233. احسبوا لي اياه وشوفوا كم الفرق بيطلع، كم تطلع؟ 193. في فرق، في فرق بين 193 وال 205، صح؟ على ايش؟ على واحد في الالف، واحد في ال 10,000 الفرق بينهم، صح؟ 0.023 بدل 0.022، صح؟ ف في فرق بين واحد في الالف، واحد في الالف. الان نيجي لشغله
مقارنة. أو يعني تحليل أكثر لموضوع الـ BOD5. حكينا الـ BOD5 هو كستاندرد يستخدم المقارنة بين أنواع من المي، يستخدم أنواع من المحطات، غالباً يستخدم BOD5. ليه؟ لأنه خلص ليش عمل تجربة مرتين؟ حتشوف التجربة بتأخذ وقت، بعملها مرة واحدة وخلص بريح راسي. لأن هذا الحكي مش دقيق، لأنه الـ BOD5 مرات بخدعنا. هنفرجيكم حالتين الـ BOD5 بخدعنا فيه. الحالة الأولى، تخيل إنه أنت جبت عينتين من المي، واحدة من بالنسبة للويست ووتر، مية وادي الزومر قبل ما تدخل على محطة المعالجة، البايب اللي داخل على محطة المعالجة هاي دوميستيك ويست ووتر. وعينة ثانية أخذتها من مصانع، مثلا من مصنع الألمنيوم ولا من مصنع فيه ملوثات عالية جدا، تمام؟ مفروض إنه المية اللي فيها مية الصناعة، مية الصناعة تكون تلوث فيها أعلى من مية الويست ووتر، صح؟ هيك المفروض. الآن لو أخذت الـ BOD5 للتنتين، للعينتين، ممكن يطلعوا نفس الإشي. يعني لو أنك أنت مش شايف هذا الكيرف، هذا الجزء من الكيرف، رحت أخذت العينة الأولى وعملت لها BOD5، قست BOD للبلانك، عفوا ديزول أكسجين للبلانك ناقص ديزول أكسجين للسامبل، قسمت مع الديليوشن فاكتور، بيطلع عندك 200. وأخذت نفس الإشي للصناعية برضه طلع عندي 200، تمام؟ فممكن تحكي انت اذا انت ما اخذت اي قراءه اخرى انه هاي الميه المونسيبال تلوث فيها نفس ميه الدوميستيك، لكن هذا الحكي مش صحيح. عفوا، المونسيبال نفس ميه الاندستريال، هذا الحكي مش صحيح. دليل انه مش صحيح، لو اخذت قراءه اخرى وحسبت الكي وحسبت البي او دي التيميت، هتطلع معاك البي او دي التيميت هاي 457، هاي البي او دي التيميت 243. طب شو اللي صار هون؟ ليش هيك صار معانا؟ اللي صار معانا تذكروا انه الميه الويست ووتر اللي هي بالنسبه للويست ووتر فيفربل للبكتيريا. شو حكينا؟ الاكل اللي بتحبوها مقلوبه، مقلوبه بالنسبه لها، صح؟ فبتهجم عليها بسرعه، فبتوصل للألتيميت بشكل سريع. يعني خلال خمس أيام كانت واصلة لكم نسبة من الألتيميت؟ من 200 ل 203 تقسيم 243 كم تطلع؟ 80% للألتيميت، لأنها حبتها تأكلها كثير، الصناعية مش حبيبتها كثير، صح؟ فخلال الخمس أيام ما أكلتها كلياتها، بدها وقت، لأنه الاندستريال معقدة، في المواد العضوية اللي فيها معقدة أكثر من المواد اللي موجودة في المونسيبال ويست ووتر، فبتطول تتوصل للألتيميت. فأنت ما شفت الألتيميت، أنت بس شفت خلال خمس أيام. خلال أول خمس أيام المونسيبال كانوا صاروا ساحبينها كلياتها تقريبا، لكن الاندستريال بدها وقت طويل لسه. فأنت إذا شفت بس اللي سحبوها خلال خمس أيام أنت انخدعت. فهيك الـ BOD5 خدعتنا مرة تانية. الـ BOD5 للتنتين كانت 200، لكن هاي الميتين تقريبا وصلت للألتيميت، لكن هاي الميتين الثاني تبعت الاندستريال مطول لسه للألتيميت، وصلناش النص. فهاي 200 على 457 45% تقريبا، صح؟ مقابل 80%، تمام؟ اذا البي او دي 5 مش دائما تعطيك الجواب الصح، خصوصا اذا بتقارن نوعين من انواع المي. حكيت اذا نفس نوع المي مثلا قبل وبعد، ممكن تكون اذا ما تغيرت درجه الحراره ممكن تكون دقيق البي او دي 5، لكن اذا نوعين من انواع المي ما تركن على البي او دي 5. بدك تعمل تجربه البي او دي مرتين وتحسب الالتيميت، اذا لازم نقارن بالالتيميت. الالتيميت هو الصح، لانه الالتيميت هي كميه المواد العضويه اللي انت حطيتها من البدايه اللي في النهايه حيوصلها البي او دي. تذكروا الكيرف، دائما خلوا في بالكم هذول الكيرفين النوت وبي او دي التيميت. اذا بي او دي التيميت هي النوت، النوت هي كميه المواد العضويه، هي اللي مؤشر على التلوث الحقيقي.
البي او دي 5 مش دائما. اذا كانت البي او دي 5 هون تكون قريبه على الالتيميت ماشي، لكن اذا كانت البي او دي 5 ممكن تكون هون، ممكن تكون هون حسب نوع الوزن. تمام، هاي شغله. الشغله الثانيه، لو جبنا نفس ميه النهر، نفس النهر وقسنا البي او دي 5 لما كانت درجه حرارته 10 وقسنا البي او دي 5 لما كانت درجه حرارته 20، نفس النهر لو اخذنا عند 5 ايام، طبعا مين اللي بتكون اعلى، البي او دي 5 على 10 والبي او دي 5 على 20؟ على 20 صح. ليه؟ لانه الكي اعلى صح. فهون تحكي انه يعني مثلا اسيد وخليل، واحد جاب لي عينه من هذا النهر مباشره وهي الدنيا براد، كان درجه حراره 10، اسيد جاب لي اياها، وخليل جاب لي اياها لما كانت الدنيا الظهر وكان صارت درجه الحراره 20 مثلا. طبعا صعب في يوم واحد تنتقل الحراره من 10 ل 20 في الميه في الجو ممكن، خلينا نفترض فرضا نفس النهر، نفس النهر قست اللي اعطاني اياها اسيد كانت البي او دي 5 لها 21، قست اللي اعطاني اياها خليل البي او دي 5 لها 50، اكثر من الضعف. معناته هل بقدر احكي انه النهر الظهر بيكون ملوث اكثر من الصبح؟ لا، كميه الملوثات نفسها. الدليل انه لو حسبت البي او دي التيميت للثنتين هي نفسها 68. اذا مين اللي خدعنا هون؟ البي او دي 5. ليش؟ لانه درجه الحراره اختلفت، لانه البي او دي 5 ضحكت علينا، حكيت لها انه هاي المي ملوثه اكثر من هاي، بس هي فعليا من نفس العينه ماخوذه من نفس النهر. تمام، اذا برضه اذا بتستخدم البي او دي 5 لازم تكون عارف انه البي او دي 5 بدك تكون على نفس درجه الحراره اللي بدك تاخذها اذا بتقارن بين مي ومي، او بدك تقارن يعني حسب نوع المي. اذا البي او دي 5 ما بتستخدمها اذا اختلفت نوع المي، وما بتستخدمها اذا اختلفت درجه الحراره. تمام، غير هيك ممكن تكون البي او دي 5 هي مؤشر كافي دقيق للمقارنه بين المي، بين تلوث مي ومي. تمام، تفضل. شو المشكله انه دائما نقارن بالارقام؟ اوفر مصاري، بدل ما تعمل التجربة مرة تعملها مرتين بس، هذه وقت، مش بس مصاري، وقت، لأنه بدك وقت ثاني بس. هذه هو الصح، أنه خلص قارن بالألتمت. إذا في طريقة أني أوجد الألتمت مرة واحدة بسهولة ماشي، بس ما هو حكينا أنه إذا تقيس الألتمت بلزمك infinite time صح؟ للأسف ما بتقدر إلا تعمل تجربة مرتين. تمام؟ يعني هذا الحكي كلياته كان على البي او دي، حكينا انه في له اخين البي او دي، في عندنا تي اتش او دي، في عندنا سي او دي. تي اتش او دي تتذكروا ايش كان؟ تي اتش او دي ثيوريتيكال، هذا بس تستخدم في الحسابات الكيميائيه. وانت بفيدنا فقط اذا انت عارف التركيب الكيميائي للماده العضويه اللي عندك وعارف انها تتحلل بشكل كامل، ساعتها بتقدر من غير ما تقيس الاكسجين قبل وبعد وتحسب حساب، تقدر تحسبها حساب مباشره عن ستويكيمستري، معادلة كيميائية. وهذا الحكي ثيوريتيكالي بزبط، عشان هيك اسمها ثيوريتيكال، لأنه على أرض الواقع صعب إنك تلاقي ويست ووتر يكون معروف كل المركبات الكيميائية اللي فيها. تمام، فعشان هيك بنلجأ للبي او دي أو السي او دي. البي او دي عادة بنلجأ لها أكثر لأنها هي اللي بتمثل الطبيعة، لأنه أغلب المواد العضوية اللي بتكون في الدومستيك ويست ووتر هي قابل للتحلل بكتيريا، وفي الطبيعة أصلا ما فيش عندنا مواد كيميائية عامل أكسيد قوي اللي أكسدها. لكن برات خصوصا في الاندستريال ويست ووتر في نسبة منيحة من المواد العضوية غير قابل للتحلل بكتيريا. طب كيف بدي أعرف تركيزها؟ أنا البي أو دي ما بطلع عليها نهائيا، البكتيريا خلص زي ما بتدخل زي ما بتطلع المواد العضوية هاي غير قابل للتحلل، ولا بتعرف فيها البكتيريا، ما لهاش علاقة فيها، بتطبش فيها. فاذا بدي انا شيء يجيب لي هاي المواد ياخذها بعين الاعتبار، فبنعمل تجربه السي او دي يوزنج سترونج كيميكال اوكسيدايزنج ايجنت، حكينا مثال عليها زي كروميك اسيد.
to oxidize a substance. Organic and inorganic compounds. انتبهوا لهي شغلة مهمة. التنتين بحللها. يعني هذا مش بس بروح على المواد اللي ما أكلتها البكتيريا وبحللها. لا. Strong oxidizing agent بأكسد أي إشي قابل للتأكسد. سواء كان بيولوجياً أو غير بيولوجياً. التنتين. Difference between the amount of oxidizing agents at the beginning of the test and the remaining at the end of the test is used to calculate the COD. إذن هاي الطريقة اللي بنحسب فيها COD. في البي او دي بنقيس الديزولفد اوكسجين قبل وبعد او في البلانك والسامبل بنقيس الديزولفد اوكسجين هون بنقيس الاوكسيدايزنج ايجنت من معرفتنا لمعادله الاوكسيدايزنج ايجنت نحسب كم الاكسجين الذي تم استهلاكه تمام الان نيجي لشيء اسمه الان بي او دي حتى الان كل اللي بنحكي عنه هو الاورجانيك ماتر اللي اساسه الكربون إذن بسموه carbonaceous biological oxygen demand. إذن الـ BOD في نوعين منه. CBOD وNBOD. طبعاً CBOD للتسهيل مرات بنسميه BOD. مرات للتسهيل لأنه هو الأغلب لأنه أغلب المواد العضوية القابلة للتحلل هي كربون أصل كربون عادة نسميه بي أو دي لكن فعليا مرات في عندك مواد قابلة للتحلل بكتيريا وبتستهلك الأكسجين لكن أساسها مش كربوني أساسها نيتروجيني فبسموها نيتروجينيوس بيولوجيكال أكسجين ديماند إذا في عندي كربونيشيوس بيولوجيكال أكسجين ديماند ونيتروجينيوس biological oxygen demand. التنتين موجودات. Many organic compounds also include nitrogen, not only carbon, that can be oxidized. مثال عليها هاي ايش؟ أمونيوم. الأمونيا لما تكون في الماء بنسميها الأمونيوم. زائد أكسجين بوجود البكتيريا تتحول إلى ايش هذا؟ نيتريت صح ما أملح النيتريت زائد H2O زائد H. إذن عندي مادة مش مادة كربونية فيها بكتيريا أكلتها البكتيريا أو البكتيريا استخدمتها واستهلكت أكسجين عشان تستخدمها عشان تحولها لمادة ثانية هي بسموها عملية نيتريفيكيشن بروسس نيتريفيكيشن بروسس تحويل الأمونيا أو الأمونيوم طبعا أمونيا وأمونيوم إلى نيتروجين إلى نيتريت استهلكنا أكسجين هذا الاكسجين تم استهلاكه عن طريق البكتيريا اذا بيولوجيكال اكسجين ديماند صح لكن مش كربون فيش كربون في المعادله هاي نيتروجين اذا نيتروجين يس بيولوجيكال اكسجين ديماند وهذا الحكي لازم تاخذه بعين الاعتبار لانه انت ليش بالنهايه احنا ليش من من بندرسكم البي او دي اصلا بيولوجيكال اكسجين ديماند لانه اول شيء لازم تدرس الديماند عشان تدرس السبلاي صح عشان انت تصمم السبلاي فأنت في محطة المعالجة الهدف من هندسة بي اي 2 اللي احنا بندرس فيها الآن انه في النهاية نصمم محطات معالجة المياه العادمة اهم شيء في تصميم محطة معالجة المياه العادمة هي الاكسجين سبلاي انك تصمم كيف تعطي اكسجين فكيف انا بدي اصمم المضخات اللي بتضخ الاكسجين بديش اعطي اكسجين بدي اصمم الديماند صح اذا بدي اعرف الديماند قصدي بدي اعرف الديماند لصمم عليه السبلاي زي بالكونكريت قبل ما تبلش تصمم في الأعمدة والجسور بدك تعرف اللود اللي جاي عليها صح؟ بعرف اللود بالأول بعدين بصمم بناء عليها المقطع الخرساني وكديش عدد القضبان وتوزيعها صح؟ هون نفس الاشي بدي أعرف كم الأكسجين اللي بيلزمني عشان لما أجي أصمم كم الأكسجين اللي أنا بدي أحطه اللي بدي أضيفه هذا الحكي هنأخذه إن شاء الله لاحقا في المساق إذن من جزء من هذا الديماند هو النيتروجينيوس ما بيكفي بس احسب كربونيشيوس لازم احسب نيتروجينيوس بيولوجيكال اوكسجين ديماند فالنيتروجينيوس بيولوجيكال اوكسجين ديماند حسب هاي المعادله جرامز اوف اوكسجين يوزد على جرامز اوف نيتروجين اوكسيدايزد اللي هي حسابات كيميائيه يعني كل مول من الامونيوم بلزمه 2 مول من الأكسجين تمام
الآن إذا حسبنا هاي الحسابات بتطلع عندي الـ NBOD 4.57 جرام من الأكسجين لكل جرام من النيتروجين، لأنه عادة في التراكيز ما بنتعامل مع مولات، بنتعامل مع جرامات. إذا أول شيء نحسب مول لاثنين مول وبنشوف كم الكتلة المولية لهاي والكتلة المولية لهاي، بنعمل نسبة وتناسب بتطلع عندي 4.57. واحد مول قصده عن الواحد مول، الواحد مول وين هل هي النيتروجين اللي هي الان بالضبط هون صح، شكرا لك. هون القصد فيها از نيتروجين، ممتاز ممتاز صح. الان هون هاي عندي ايش؟ امونيوم صح. لو انا بدي احط امونيوم كم، شو الرقم اللي بيطلع هون؟ 17 صح، 18 عفوا، أمونيا 17، فهذا تكون 17 إذا بدي أحول هذه المعادلة. إذن هذا الرقم بيكون إيش؟ 2 ضرب 32 على 18 صح؟ فما بيطلع 4.57، بيطلع أقل صح؟ لكن زي ما أخذنا سابقا في بيئة واحد إنه تقدر تعمل تركيز شغلة بدلالة شغلة ثانية، فكنا مثلا الهاردنس بكل تفريعاته نعتبرها از سي اي سي او 3 صح. هون النيتروجين مرات بيكون امونيا، مرات بيكون امونيوم، مرات بيكون نيتروجين، مرات بيكون اورجانيك نيتروجين، مرات بيكون مش عارف ايش. فعشان نسهل على حالنا عملناها بدلاله النيتروجين از نيتروجين. اذا ممكن في المختبر يعطيك انا عندي تركيز الامونيا مثلا 50 ملي جرام بير لتر as n، زي ما كنا نعمل هناك as CaCO3 as n. إذا أعطاك إياه as n هذا هو الرقم، هاي هي المعادلة. إذا معادلتنا هي بتكون 14 بغض النظر شو كان عندي هون، لأن أمامك خيارين، يا إما بتحولها هاي إلى n يعني إذا، أو بدك تتبل المعادلة من البداية وترسم. إذا كان عندك أمونيا على 17، إذا كانت أمونيوم على 18، إذا كانت نيتروجين على 14 وهكذا. تمام؟ إذا الخيار الأول إنه حول كل شيء لأن، حول كل شيء لأن واضرب في 4.57 وخلص. كم عندك جرام نيتروجين؟ عندي 100 جرام، إذا بدي 457 جرام أكسجين. أنا اللي بدي أضيفهم هذول. هذا اللي هو الديماند. صح؟ اللي أنا بدي أضيف له سبلاي. على الأقل طبعاً بده يكون 4.57، لازم يكون في عندي فاكتور أوف سيفتي. صح؟ إذا يا بحولها كلها لأن بضرب في 4.57، أو بدي أجيب معادلة كل واحدة فيهم وأعمل ستويكيمستري كل واحدة لحالها. تمام؟ Because nitrogen can be present in numerous forms NH4, NH3, NO3 مثلا، report nitrogenous compounds in units of milligrams per liter as N. إذا هذا هو الشائع إنه نعملها as N. خلينا نشوف عليها مثال. Compute the theoretical NBOD of a wastewater containing 30 milligrams per liter of H ammonia as H nitrogen as N. تمام؟ إذا the theoretical NBOD اللي أنا بتلزمني هاي. ليش theoretical هون سماها؟ لأنها من المعادلة الظاهرة، مش ما قسناها قياس في المختبر، عشان هيك theoretical. إذا شو بلزمني؟ أنا عندي 30 milligrams per liter، إذا كم بلزمني أكسجين؟ 30 ضرب 4.57 صح؟ من وين اجت ال 4.57 من هاي المعادله؟ ليش؟ لانها صحيح هي امونيا فعليا، لكن معطيني التركيز في تبعها از ان. خلص ما دام معطيني اياها از ان 4.57 لزمناش شيء ثاني. تمام؟ اذا هاي الفرع الاول 137 ملي جرام بير لتر اوف اكسجين، هذا اللي انا لازم اضيفه على المي عشان البكتيريا تحلل النيتروجينيس. ممكن يكون في عندي CBOD غيرها طبعا. لما نيجي نحسب الاكسجين سبلاي بعدين حنجمع التنتين مع بعض، حنجمع هاي زائد هاي، لكن الان احنا مركزين على ال NBOD. اذا ما اعطانيش تركيز الامونيا اساسا بالضبط، هذا هو الفرع الثاني. If the wastewater analysis was reported as 30 mg per liter ammonia as NH3 مش as N, what would be the nitrogen theoretical NBOD؟ الان في عندك خيارين، يا اما بتحولها لان، بتحولها لان وبتضرب في 4.57، او بترجع للمعادله هاي وبدل ما تحط
14 شو بتحط هون منها امونيا 17 امونيا مش امونيوم 17 ف كم بيطلع الرقم بده احسبوا لي اياه 2 في 32 64 تقسيم 17 3 و 76 اضربها في 30 113 صح؟ هاي الطريقة. الطريقة الثانية اللي عاملها الكتاب هون شو عامل؟ محولها as an وضربها في 4.57. كيف حولها as an؟ كيف كنا نحول من مثلا من مغنيسيوم مثلا إلى CaCO3؟ مش حكينا as CaCO3؟ كنا نضرب فيه الإكوفلنت ويت للCaCO3 على الإكوفلنت ويت للمغنيسيوم صح؟ هون نضرب الإكوفلنت ويت للN على الإكوفلنت ويت للأمونيا في 14 سوا 3 طلعت 24.7 الآن صارت عندي أزأن نضربها في إيش؟ 4.75 يا بتضرب يعني أنت إلك الخيار يا بتريح راسك وخلص بتحول كل شيء لأن بتضرب في 4.57 أو إنه بتحول كل واحدة على حدة وبتحسب كم الأكسجين ديماند اللي تمام؟ إذن هاي الإكزام. حدا عنده أي استفسار؟